<تضح في الـ> السلام عليكم شباب ثانية ثانوي معاكم مستر محمد مجد احنا النهارده في اول درس في الكالكلس وهو ريت اوف تشينج في اكسرسايز 9 عشان نشوف بقى اسئله المعاصر كلها عامله ازاي نبدا كده مع بعض اول سؤال if the function f هي ال fx عباره عن 3x-2 then the variation function ال vh لما كانت الاكس ايكوال 1 طيب اول حاجه انا عايز الـ اتش مين هي الـ اتش الـ اتش هي عباره عن اف اكس بلس اتش طب الاكس هنا بكام الاكس هنا ب 1 يعني انا عندي اتش بلس 1 ماينص اف 1 يعني ايه اف اتش بلس 1 يعني هشيل الاكس واحط مكانها اتش بلس 1 يبقى انا هعمل براكت كبير هنا كده ماينص ادي البراكت الثاني هشيل الاكس واحط مكانها اتش بلس 1 يعني 3 تايم اتش بلس 1 ماينص 2 اشيل الاكس واحط مكانها 1 يعني 3 تايم 1 ماينس 2 طيب 3 تايم اتش ب 3 اتش 3 تايم 1 ب 3 الكلام ده ماينس 2 ماينس 3 تايم 1 ب 3 ماينس 2 ب 1 ويدي الماينس هنا هتعمل زي الفل يعني الماينس هنا مش هتعمل حاجه في ال1 هتبقى البوزيتيف 1 هتبقى نيجاتيف 1 طيب ادي 3 اتش ادي ده نيجاتيف 1 ماينس 2 بنيجاتيف 3 بلس 3 راحوا مع بعض يبقى الانسر بالنسبه لي الفي اتش هو عباره عن 3 اتش اللي هي لتر سي بيقول لي اف الاف اكس عباره عن 4 اكس بلس 1 زين ذا فاريشن ان الاف وين الاكس تشينجز فروم 2 تو 2 to 2.1 يعني اول فاليو للاكس كانت 2 وتاني فاليو للاكس كانت 2.1 يعني الفاريشن فانكشن هتبقى عباره عن اف ماينس اف 2 يعني ايه 2.1؟ يعني بشيل ال x واحط مكانها 2.1 يعني 4 تايم 2.1 بلس 1, 1. ماينس يعني ايه 2 بشيل ال x واحط مكانها 2 يعني 4 تايم 2 بلس 1 سابنا الكلام ده على الكالكليتر اداني 0.4 اللي هو لتر b اف ال f x عباره عن x باور 2 بلس 2 x بلس 3 زين ال v h x equal 2 طيب يبقى انا اول حاجه انا عايز ال v h اللي هي عباره عن مين؟ هي عباره عن f اتش بلس 2 minus f 2. طيب يا مستر احنا دايما عارفين ان الرقم اللي هيطلع من f 2 ده هيتي مع الهول مع نمبر اللي هيبقى هنا طيب هنشيل الاكس ونحط مكانها h بلس 2. يبقى h plus 2 all power 2 plus 2 times h plus 2 plus 3. f 2 يعني 2 power 2 plus 2 times 2 plus 3. طيب يا مستر تعال نفك البراكت ده الاولاني باور 2 يعني h باور 2 الثاني باور 2 يعني 4 2 تايم الاول تايم الثاني ب 4 اتش بلس 2 تايم h 2 h 2 تايم 2 4 وادي 3 تنزل minus 2 باور 2 ب 4 بلس 4 بلس 3 يبقى انا عندي هنا 4 بلس 4 بلس 3 ادي 7 7 بلس 4 ب 11 طيب جميل ادي ال h بار 2 مفيش حاجه زيها تتجمع عليها 4h و2h ب 6h طيب 4 و4 و3 بنفس ال 11 اللي احنا لسه مطلعينها من شويه البوزيتيف 11 تطير مع النيجاتيف negative 11 يديني h بار 2 plus 6h اللي هي لتر مين اللي هي لتر دي اف الاف x عباره عن x بار 2 minus x plus 1 زين the variation function when ال x equal 3 طيب وبعدين بعد ما اجيب ال variation function عايزين لما ال h تبقى ب 0.2 لما ال h تبقى بنيجاتيف 0.3 طيب أول حاجة بس مين هي ال v h؟ ال v h هي عبارة عن f h بلس x طب ال x هنا كان كانت كام؟ كانت 3 يبقى h بلس 3 ماينس f3 جميل جدا مين بقى هي ال f h بلس 3؟ بشيل ال x وأحط مكانها h بلس 3 يبقى h بلس 3 أول باور 2. ماينس h بلس 3 بلس 1 الكلام ده ماينس f 3 يعني 3 باور 2 ماينس 3 بلس 1 جميل جدا طيب بعدين ده براكت باور 2 عايزين نفك البراكت باور 2 ده الاولاني تايم نفسه ب h باور 2 الثاني تايم نفسه ب 9 2 تايم الاول تايم الثاني ب 6 h الماينس دي هتدخل تعمل تشينج للساين لكل اللي جوه البراكت يعني نيجاتيف h ماينس 3 بلس 1 طيب ماينس 3 باور 2 ب 9 9 ماينس 3 ب 6 بلس 1 الأنسى اداني 7 يبقى ده ماينس 7 طب تعالى نجمع آدي h باور 2 مفيش حاجة زيها 6 h دي كانت h إيه 6 دي ماينس h يبقى ده 5 h 9 ماينس 3 بلس ال 1 ادتني بلس 7 يبقى بلس 7 ماينس 7 دول راحوا مع بعض يبقى h باور 2 بلس 5 h مين دي؟ دي الفارييشن فانكشن طب هو بقى بيقول لي لما الـ H لما م... لما الـ 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 Change اللي هيحصل كان ب0.2 يبقى شيل الاتش وحط مكانها 0.2 يبقى 0.2 باور 2 بلس 5 تايم 0.2 اللي ادتني كام؟ ادتني 1.04 طب عايز الفارييشن لما تبقى الاتش بنيجيتيف 0.3 يبقى نيجاتيف 0.3 باور 2 بلس 5 تايم نيجاتيف 0.3 اللي هي ادتني نيجاتيب 1.41 يبقى الإجابة بتاعت ساكند كانت لتر A والإجابة بتاعت سيرد كانت لتر D. the average rate of a change مين هي ال average rate of a change هي ال a h of the function f where fx equal x square when the x varies from 3 to 3.1 طيب إحنا اتفقنا ال a h أدم هو مديني 2 values يبقى خلاص دلتا y على دلتا x مين هي دلتا واي؟ اف 3.1 ماينس اف 3 اوفر 3.1 ماينس 3 طيب جميل جدا مين هي الاف 3.1 بشيل الاكس واحط مكانها 3.1 يبقى 3.1 باور 2 مين هي الاف 3 بشيل الاكس واحط مكانها 3 اوفر 3.1 ماينس 3 ايه الكلام ده على الكالكليتر يبقى ماينس 3 باور 2 اوفر 3.1 ماينس 3 لقيت الانسر اداني 6.1 6.1 اللي هي letter مين؟ اللي هي بي. b if function f Fx هي عبارة عن x power 2 بلس 2h the average rate of change at x equal 2 طيب أنا هنا بقى مش مديلك 2 values تحت بيقول لك the average rate of change لما x changed from 2 to 2.1 طيب the average rate of change لما ما 2 values بتبقى عبارة عن مين؟ the variation function over h طيب مين هي الـ variation function fH plus 2 minus f2 الكلام ده هيبقى over مين الكلام ده هيبقى over H طيب تعالى نطلع الـ answer هنشيل الـ X ونحط مكانها H plus 2 يبقى دي H plus 2 all power 2 plus 2 تايم H plus 2 هنشيل الـ X ونحط مكانها 2 يبقى 2 power 2 plus 2 تايم 2 الكلام ده كله over كام؟ over H تعالى بس نركز واحنا بن... بن... بنفك الكلام ده عشان ما يتلغبطش. البراكت الأولاني اللي هو براكت باور 2، الأولاني تايم نفسه ب H باور 2. الثاني تايم نفسه ب 4 2 تايم الأول تايم الثاني ب 4 H. بلس 2 تايم ال H ب 2 H 2 تايم ال 2 ب 4 جميل جدا. آدي ماينس 2 باور 2 ب 4 4 بلس 4 ب 8. الكلام ده أوفر H. طيب تعالى نجمع. آدي H باور 2. آدي دي بوست 4. الاول نخلينا اللي في الليترز ادي 4H و 2H ب 6H جميل ادي بوستف 4 وبوست 4 8 ماينس 8 اوفر H الماينس 8 والبوست 8 راحوا مع بعض طب في فوق H كومنت تعالى ناخدها يبقى H بلس 6 اوفر H ده راح مع ده يبقى الافريج ريت اوف تشينج هي عباره عن H بلس 6 طيب بعدين ده كده H بلس 6 اللي هي لتر C ده جزء مين؟ ده الجزء اللي فوق طيب بعدين عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب الافريج ريت اوف تشينج لما ال h اتغيرت فروم 2 تو 2.5 طيب انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب ال اتش يبقى دلتا y over دلتا x يبقى f2.1 minus f2 over 2.1 minus 2 طيب مين 2.1؟ هشيل و... الاكس واحطه مكانها 2.1 يبقى 2.1 باور 2 بلس 2 تايم 2.1 الكلام ده ماينس الـ الاكس واحطه مكانها 2 يعني 2 باور 2 بلس 2 تايم 2 الكلام ده اوفر 2.1 ماينس 2 طيب اللي فوق ده تعالى نعمله على الكالكليتر انا عندي فراكشن وادي جوه الفراكشن ده في كام؟ في 2.1 باور 2 بلس 2 تايم 2.1 الكلام ده minus 2 باور 2 بلس 2 تايم 2. الكلام ده أوفر 2.1 minus 2. دي اتداني كام؟ 6.1. 6.1 اللي هي letter مين؟ اللي هي letter b. The function fx هي عبارة عن x باور 2 minus x. So the average rate of change when x increases by 0.3 لما ال x بتزيد 0.3. طيب. يعني انا اول حاجة اول value عندي كانت x بعد كده زادت قد ايه زادت 0.3 عايزين نجيب الافريج average rate of change ريت average rate of change اللي هي الاي اتش يبقى vh over h يعني fx plus 0.3 طيب الكلام ده minus مين؟ minus fx value بتاعتها الاساسية over ال h اللي هي كانت بكام ب0.3 طيب تعالى بقى دلوقتي نشوف أنا هشيل الإكس وأحط مكانها إكس بلس 0.3 طب بص يا مستر طب ما أنا ليه بقى أدخل نفسي في 0.3 دلوقتي طب ما أنا أخليها اتش مش هي دي كده اتش باور 2 ماينس إكس إكس بلس اتش ده كده أول شكل عشان ما أقعدش أعمل بقى باور 2 0.3 والكلام ده ماينس آدي إكس باور 2 ماينس إكس الكلام ده أوفر اتش طيب تعالى نكمل البراكت الأولاني تعالى نفكه أدي x باور 2 بلس h باور 2 بلس 2 بلس 2 2 مين 2 x h minus ندخل على البراكت ده كله تبقى ماينس h minus x طيب تعالى بقى ندخل النيجاتيف على البراكت الثاني تبقى ماينس x باور 2 بلس x الكلام ده اوفر h ادي دي negative بص... دي x باور 2 دي positive x باور 2 طيب دي نيجاتيف إكس ودي بوزيتيف إكس، طب تعالى كده نشوف مين اللي اتبقى h بار 2 بلس 2xh ماينس h، الكلام ده over مين؟ الكلام ده over h، طب ما ناخد من فوق h كومن، لما ناخد من فوق h كومن يتبقى لي h بلس 2x ماينس 1. الكلام ده over h، ده يروح مع ده، طيب مش احنا بنجيب التشينج اللي حصل لل 0.3؟ يعني لما الاتش بقت ب 0.3 يبقى h بلس 2x ماينس 1. يبقى 0.3 2, يعني 2 X 1 يعني 2X minus 0.7 اللي هي letter مين؟ اللي هي letter B the average rate of change of the function Fx هي عبارة عن 1 over X when the X changed from the X1 to X1 plus H طيب أول حاجة عندي أنا عايز أجيب average rate of change يعني average rate of change الـ AH يعني اف x1 بلس h ماينس اف x1 الكلام ده كله اوفر مين؟ اوفر اتش طيب عشان الفراكشن والكلام ده انا هاخد ال1 اوفر اتش دي كده بره واشتغل عليها يبقى انا هشيل الاكس دي واحط مكانها مين؟ x1 بلس اتش ماينس ادي 1 اوفر x1 طيب ادي ال1 اوفر اتش دي بره زي ما هي طيب انا عايز اخلي دول سيم دينومينيتور فاعمل التايم يعني x1 طيب x1 بلس اتش عملنا الاثنين اللي تحت دول تايم بعض وبعد كده نعمل ايه نعمل كروس 1 تايم اكس 1 باكس 1 ماينس 1 تايم اتش نعمل براكت كده بس عشان ما نتلخبطش يبقى اكس 1 بلس اتش طيب ادي ال1 بلس اتش اهي معانا طيب الكلام اللي فوق ده اللي تحت ده انا مش عارف اجي جنبه طيب الكلام اللي فوق ده النيجاتيف هتدخل على البراكت تعمل تشينج للساين يبقى اكس 1 ماينس اكس 1 ماينس اتش جميل جدا ادي بوزيتيف اكس 1 ونيجاتيف اكس 1 راحوا مع بعض أدي ال 1 over h معايا في فوق negative h ودي x1 تايم x1 plus h طيب جميل جدا يا مستر ال h دي بتطير مع ال h اللي تحت ما ده تايم ماشي يبقى تبقى لي فوق كام؟ negative 1 over x1 تايم x1 plus h يبقى الانسر عندي letter c if إيه the average rate of change of NLF equal to 2.4 يعني مين هي 2.4 دي الـ AH ب 2.4 وين الاكس X varies from 3 to 3.2 يعني لما الـ X اتغيرت من 3 لـ 3.2 then the change in الاف F طيب أنا أول حاجة أقدر أجيب الـ H الـ H كانت كام؟ 3.2 3 اللي هي طلعت 0.2 يبقى أنا دلوقتي الـ AH هي عبارة عن مين؟ الـ VH اللي change اللي حصل في الـ function اللي change اللي حصل في الـ F over الـ H طب ما انا معايا ده ب 2.4 وانا عايز ال VH ومعايا ال H ب 0.2 اقدر اعمل كروس Multiplication؟ اه يبقى ال VH عبارة عن 2.4 تايم 0.2 2.4 تايم 0.2 اللي هي ادتني كام؟ 0.48 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر B If the average rate of change in the f equal 5 when the x varies from 2 to 4 and ال F2 equal 6، زين ال F4 equal كام؟ طيب أنا بس معايا الأفريج ريت اوف تشينج يعني أنا معايا ال AH بكام؟ ب 5 والاكس varies from ال 2 to 4 يعني ال H عبارة عن 4 2 اللي هي ب 2. وكانت ال F2 ب 6 عايزين ال F4 طب نعوض أدي ال F أدي ال AH عبارة عن VH over H. طب مين هي ال VH؟ ال VH أول حاجة بس مين هي ال AH؟ 5. طب مين هي ال VH؟ f4 minus f2 over من هي ال h ب2؟ كروس multiplication ادي ال f4 minus ال f2 اللي هو مديها لي بكام؟ ب6 5 تايم 2 ب10 طيب الماينس دي تروح السايد التانية تبقى بلس يبقى ال f4 equal 16 اللي هي letter مين؟ اللي هي letter D f ال f is a function and the variation and the variation in ال f equal 14 ماشي يعني ال v h 14. و X it from 2 to 4, then the average rate of change. طيب مين هو الـ average rate of change؟ الـ VH اللي هو 14 over الـ H اللي هو 4 minus 2 اللي هو 2. 14 over 2 اللي هو equal 7 letter B. If the curve of the function passes through two points 1 uh, و 2, و 2 و 3 يعني الـ F1 equal 2 والـ F2 equal 3.

if ال F2 equal 5 وال F2.3 equal 7 then the variation of ال F when the X changed from 2 to 2.3 نفس الكلام بالظبط ال A H هي عبارة عن V H هو عايز ال variation طب خلاص طب ال variation ده هتبقى عبارة عن F أنا مش عايز ال A H أنا عايز هنا مين؟ أنا عايز ال V H طب مين هي ال V H؟ F2.3 minus F2 2.3 d 7 وال F2 5 يبقى 7 minus 5 اللي هي ايكوال كام؟ اللي هي ايكوال 2. F ال F هي فانكشن Fx x باور 2 Ax 3 and the variation function ال V when ال X ايكوال 2. ال V half ايكوال 19 over 4. عايزين نجيب ال A. ال V half دي انا لو معايا الفانكشن بتاعت ال variation اقدر اشيل ال H واحط مكانها half فتديني 19 over 4. طب مين هي بقى الفانكشن بتاعت ال variation VH دي؟ هتبقى عبارة عن F، F مين بقى؟ FH بلس 2 ماينس F2 طيب يا مستر هشيل الـ X وأحط مكانها H بلس 2 يعني دي كده هتبقى H بلس 2 all power 2 بلس A time H بلس 2 ماينس 3 الكلام ده ماينس F2 اللي هي هشيل الـ X وأحط مكانها 2 يبقى 2 power 2 بلس 2A 3 طيب آدي نفك البراكت ده كده آلي عندي h باور 2 يعني h بلس 2 all بار 2 يبقى h بلس 2 الأولاني تايم نفسه التاني تايم نفسه ب 4 2 تايم الأول تايم التاني ب 4 h a تايم ال h ب a h a تايم ال 2 ب 2a الكلام ده ماينس 3 ماينس 3 باور 2 2 باور 2 ب 4 4 ماينس 3 ب 1 يبقى ماينس 2a 1 طيب تعال نجمع فيش حاجة زي ال h 2 فتنزل 4h و a h خليهم جنب بعض أحسن ماشي ادي 2a تنزل 4 3 1 minus 2a الماينس دي هتعمل تشينج للساين يبقى minus 2a minus 1 الماينس 1 هتطير مع البوستف 1 والنيجاتيف 2a هتطير مع البوستف 2a يعني وين يتبقى لي h باور 2 بلس 4h بلس a h طيب يعني ايه بقى v هاف يعني لو شلت ال h وحطيت مكانها هاف الانسر بتاع الفانكشن دي هيبقى 19 over 4 يبقى هاف باور 2 بلس 4 تايم هاف بلس هاف a الكلام ده equal 19 over 4 هاف باور 2 ده ب 9 1 over 4 بلس 4 تايم هاف ب 2 بلس هاف اي الكلام ده ايكوال 19 over 4 1 over 4 بلس 2 الانسر ده 9 over 4 يبقى 9 over 4 بلس هاف اي ايكوال 19 over 4 ال 9 over 4 دي تروح السايد الثاني تبقى ماينس يبقى هاف اي ايكوال 19 over 4 minus 9 over 4 اللي ادتني 5 over 2. ال half the time يروح السايد تاني يبقى ديفايد يبقى الاي a equal 5 over 2 divided by ال half ال a equal 5 اللي هي لتر مين اللي هي لتر سي. بيقول لك the radius length of a circle is r the average rate of change in area of the circle يبقى ال function بتاعتي هي عباره عن مين؟ الاريا بتاعت السيركل طب مين هي الاريا بتاعت السيركل؟ by r squared. طيب وين الـ وين الـ R changed from الـ R1 to R1 plus H طب هو عايز مين؟ عايز average rate of change عايز الـ AH طيب مين هي الـ AH؟ الـ VH over H طب مين هي الـ VH؟ FR1 plus H minus FR1 الكلام ده كله over مين؟ over H طيب R1 plus H دي يعني هشيل الـ R وأحط مكانها R1 plus H طيب هي دي كده اسمها x باور 2 هشيل x واحط مكانها r1 بلس h طيب الاكس هنا اللي انا فرضتها ولو عايز تقو... تكتبها هنا r يبقى تكتب هنا f r طيب المهم ادي باي وادي r1 بلس h all باور 2 ماينس باي r1 باور 2 طيب over h طيب اول حاجه عندي فوق طيب ن... ناخد الباي كومن لما ناخد من هنا الباي كومنت مين اللي هيتبقى؟ يتبقى براكت باور 2 ماينس r باور 2، طب تعالى نفك البراكت. r1 باور 2 بلس h باور 2 بلس 2 r1 h ماينس r1 باور 2، ما انا واخد الباي بره. الكلام ده كله اوفر h. طيب البوزيتيف positive r باور 2 هتطير مع النيجاتيف r باور 2. هيتبقى لي هنا باي. طيب. اتبقى لي جوه البراكت اتش بار 2 بلس 2 ار 1 اتش الكلام ده اوفر مين اوفر اتش طيب احنا واخدين الباي وناخد الاتش كومن يتبقى لي هنا اتش بلس 2 ار 1 الكلام ده اوفر اتش الاتش تطير مع الاتش يتبقى لي باي تايم اتش بلس 2 ار 1 اللي هي ليتر مين اللي هي ليتر بي The radius length of the circle in is r. then the average rate of change in the circumference of the circle when the r changes from the r1 to the r2. طيب انا هنا مديني الحاجه اللي هي اتغيرت ولا مديني ان هي اتغيرت من value لفاليو value يعني كانت x1 بعد كده بقت x2. يبقى انا دلوقتي ال average rate of change بتاعي بيبقى عباره عن دلتا y over دلتا x. طيب مين هي دلتا y؟ f r2 minus f r1. أوفر أر2 ماينس أر1، طب هي فين أساسًا الفانكشن؟ مش هو قال لي سركونفرنس أو سيركل، يبقى الـ FX بتاعتي هتبقى 2 باي R، الـ R هنا اللي أنا مسميها إيه؟ مسميها إكس، يبقى 2 باي إكس. يبقى أنا مرة هشيل الإكس وأحط مكانها R2، يبقى اسمها 2 باي R2. مرة هشيل الإكس وأحط مكانها R1، يبقى اسمها 2 باي R1. أوفر أر2 ماينس أر1. طب لما آخد من فوق الـ 2 باي كومن، يعني أنا هنا خدت الـ 2 باي كومن، مين اللي هيتبقى لي؟ R2-R1 طيب وهنا هيبقى R2-R1 طيب الR2-R1 مع الR2-R1 هيتبقى لي مين؟ هيتبقى لي 2 باي يبقى ال average rate of change بتاعي هيبقى اسمه 2 باي the rate of change مين هو rate of change؟ rate of change هو limit لل average rate of change لما الفانكشن لها تشين لما الفانكشن x بوار 2 plus 5x-2 وين ال x equal negative 1 طيب يبقى انا اول حاجة كده ال rate of change هو limit لما ال h تندس تو 0 ل x لمين بقى؟ لل a h. لل a h طيب يبقى limit لما ال h تندس تو 0 اروح جاي هنا كده هنا كانت ال x بكام؟ نيجيف 1 يبقى انا هشيل ال x واحط مكانها h 1 يبقى h 1 باور 2 بلس 5 تايم h 1 ماينس 2 لا يا انا مش فاهم يا حبيبي ما هو الافريج ريت اوف change ده عباره عن vh over h طيب ما هو ال vh عباره عن ايه؟ عباره عن h بلس x ماينس fx over h طيب ادي ال h ال H ده ال اللي, اللي حصل طب ال X كان نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1 بلس H باور 2 بلس 5 تايم H ماينس H ماينس 1 اللي هي نيجاتيف 1 بلس H يعني ماينس 2 ده كده ده اللي هو ده ماينس بقى نشيل ال X ونحط مكانها نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1 باور 2 بلس 5 تايم نيجاتيف 1 ماينس 2 الكلام ده اوفر H طيب جميل جدا ادي ليميت لما ال H تندس تو 0 طيب البراكت الاولاني ده كده باور 2 انا عندي براكت ماينس براكت نبدا بس البراكت الاولاني ده باور 2, بـ H 2. التاني 2, 2 time time التاني ب H باور 2 الثاني باور 2 ب 1 2 تايم الاول تايم الثاني بنيجاتيف 2 H بلس ال 5 تدخل تسلم على ال H وال 1 يبقى 5 H ماينس 5 ادي في ماينس 2 كمان طيب ده كل ده ماينس بقى تعالى نحسب الكلام ده نيجاتيف 1 باور 2 ب 1 ماينس 5 ماينس 2 الكلام ده أوفر h تعالى نجمع أدي ليميت لما الاتش h تو 0 طيب يا مستر أدي h باور 2 أدي نيجاتيف 2 h بلس 5 h يعني 3 h أدي 1 ماينس 5 ماينس 2 بنيجاتيف 6 ماينس 1 ماينس 5 ماينس 2 بنيجاتيف 6 وجنبيها نيجاتيف يعني بلس 6 الـ 6 والنيجاتيف 6 راحوا مع بعض أوفر h طيب ما ناخد من فوق ال H كومن مين اللي هيتبقى لي H بلس 3H اوفر H انا كل ده على فكره بحسب افريج ريت اوف تشينج لما اجي احسب ليميت ليميت يبقى ده اسمه ريت اوف تشينج ال هتروح مع ال طيب احنا هنا كان في H خدناها كومن اه يبقى مين اللي هيتبقى لي ليميت لما ال H تندس تو 0 ل H بلس 3 هنشيل ال H ونحط مكانها 0 فالانسر طلع لي كام؟ فالانسر طلع لي 3 اللي هو لتر مين؟ اللي هو لتر c the rate of change of the function 1 over x at the x equal root 5. طيب مين هو الريت اوف تشينج؟ انا هجيب الافريج الاول وبعد كده اروح رايح ايه؟ اعمل آه، له ليميت. طيب انا هنا عندي function هتبقى عباره عن مين؟ طبعا انا عارف ان الافريج هو عباره عن vh over h، فانا هخلي ال1 over h دي كده بره عشان هنا في فراكشن. طيب يبقى 1 over h plus x minus 1 over x طيب هو انا بحسب الكلام ده امتى؟ لما كانت الاكس بروت 5 يبقى 1 over h plus root 5 minus 1 over root 5 طيب تعالى بقى هنا ادي دي 1 over h اهي ونفتح فراكشن نخليهم same denominator فنعمل root 5 time h بلس روت 5 جميل نعمل كروس روت 5 تايم 1 بروت 5 ادي الماينس 1 تايم h ب h وفي ماينس تبقى ماينس h 1 تايم روت 5 بروت 5 وفي ماينس تبقى ماينس روت 5 الماينس روت 5 هتروح مع البوست بروت 5 اتبقى لي فوق نيجاتيف h وفي تحت h يروحوا مع بعض في واحد احنا لسه حلينا زيها اتبقى لي هنا نيجاتيف 1 اوفر روت 5 وادي h بلس روت 5 طيب يا مستر احنا عايزين نحسب ايه؟ rate of change مين هو الريت rate of change limit لما ال h تندس 0 ادي نيجاتيف 1 over ادي روت 5 تايم h بروت 5 بروت 5 h بلس روت 5 تايم روت 5 ب 5 هنشيل ال h ونحط مكانها 0 فالانسر اداني كام؟ الانسر اداني نيجاتيف 1 over 5 اللي هي ليتر مين؟ اللي هي ليتر دي the rate of change of the function fx لما ال x كانت لما ال fx كانت بروت x ال x كانت رقم greater than الزيرو قالت ال x equal 16 قالت ال x equal 16 طيب عايزين نجيب ال rate of change برضو نفس الفكرة ادي rate of change مين هنا ال rate of change limit لما ال h tends to zero لمين ل vh over h طيب جميل ادي ليميت لما ال H تندس تو زيرو مين هو ال VH؟ انا بشيل ال X واحط مكانها H بلس 16 يبقى روت 16 بلس H ماينس اشيل ال X واحط مكانها X 16 الكلام ده اوفر H جميل جدا ادي ليميت لما ال H تندس تو زيرو ادي روت 16 بلس H ده مش هعرف اجي جنبه ماينس كام؟ 4 الكلام ده اوفر اتش طيب طبعا لو حطيت الـ لو شلت مكان الاتش وحطيت مكانها زيرو هتطلع زيرو اوفر زيرو ان سبيسيفايد يبقى انا محتاج احل الليميت دي طيب اللي فوق ده ليه كونجيجيت اللي هو 16 بلس اتش بلس 4 اعمل تايم طيب الكونجيجيت فوق وتحت طيب يا مستر ادي ليميت لما الاتش تندس تو زيرو طيب دول كده تو براكتس الاولاني تايم طيب الاولاني والتاني تايم طيب التاني روت 16 بلس اتش تايم روت 16 بلس اتش ب 16 بلس اتش نيجاتيف 4 تايم بوستيف 4 ب 16 وادي هنا عندي روت 16 بلس اتش ادي فيه اتش بره معموله تايم تايم ده طيب بوستيف 16 ونيجاتيف 16 روحوا مع بعض يتبقى لي اتش اتش دي تاير الاتش اللي تحت يبقى ليميت لما الاتش تندس تو 0 ل 1 اوفر روت 16 بلس اتش بلاس 4 هنشيل ال H ونحط مكانها 0 يبقى روت 16 ب 4 4 بلس 4 ب 8 يبقى 1 اوفر 8 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر C The rate of change of the function fx عبارة عن روت x بلس 3 لما ال x كانت ب 22 طيب ادي rate of change مين هنا يا جماعة؟ الريت اوف تشينج ليميت لما ال H تندس تو زيرو لإف إف مين إكس بلس إتش ماينس إف إكس أوفر إتش طيب جميل أدي ليميت لما الإتش تندس تو زيرو طيب هشيل الإكس وأحط مكانها 22 بلس إتش يبقى دي روت 22 بلس 3 بلس إتش ماينس روت 22 بلس 3 الكلام ده أوفر إتش ليميت لما ال h تندس تو 0 ادي روت 25 بلس h ماينس 5 الكلام ده اوفر h نعمل تايم الكونجيجيت تبقى روت 25 بلس h بلس 5 اوفر روت 25 بلس h بلس 5 ادي ليميت لما ال h تندس تو زيرو الفيرست تايم الفيرست والسكند تايم السكند ادي ده ب 25 بلس h ماينس 5 تايم 5 نيجتيف 5 تايم 5 بنيجتيف 25، آدي الإتش هنا اهي، وآدي روت 25 بلس إتش بلس 5. ده راح مع ده، يتبقى لي فوق إتش، الإتش هتطير مع الإتش، يتبقى لي ليميت لما الإتش تندس تو زيرو، آدي 1 أوفر روت 25 بلس إتش بلس 5. هشيل الإكس وأحط مكانها هشيل الإتش وأحط مكانها زيرو، فالأنسر هيديني 1 أوفر 10، اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر دي، وهي هي نفس المسألة.

الكلام ده اوفر اتش ادي ليميت لما ال h تندس تو زيرو هشيل ال x واحط مكانها 3 بلس h يبقى 3 بلس h اول باور 4 ماينس 3 باور 4 اوفر اتش طيب الشكل اللي ده مين؟ ده لو ده ذا يبقى ادي ال h تندس تو زيرو طيب ال 3 بلس h ده براكت مقفول عليه يبقى دي 3 بلس h دي هتفضل زي ما هي ماينس 3 باور 4 دي زي ما هي، طب اللي تحت انا عايز ايه؟ عايز لها بلس 3 3 يبقى اعمل بلس 3 3 ده باور 1 وده باور 1 طب التندس عايز اخليها 3 بلس اتش ازود هنا 3 وازود هنا 3 طيب جميل جدا يبقى الباور اللي فوق على الباور اللي تحت تايم طيب البيز اللي هي ب 3 الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت يعني 4 تايم 3 باور 3 4 تايم 3 باور 3 3 باور 3 دي اللي هي ب 27، تايم طيب ال 4 ادتني 108، يبقى الأنسر بتاعي 108 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. إف ال إف إكس إيكوال إف كوسين إكس، then the rate of change at الـ إكس 90، باي أوفر 2 دي اللي هي ايكوال إيه؟ باي أوفر 2 دي اللي هي ايكوال 90. طيب مين هو الريت rate of change؟ هو ليميت للـ average rate of change. طيب، يبقى أنا أول حاجة كده عايز أجيب ليميت لمين؟ آدي ليميت. لما الـ لما الـ H تو لمين؟ للـ A H طيب مين هي الـ A -H؟ يبقى ليميت لما الـ H تندس تو للـ V H over H طيب يبقى ليميت لما الـ H لمين بقى؟ مين الـ v -H؟ أنا عندي هنا مين؟ آدي كوزين باي اوفر تو بلاس h مينس كوزاين باي اوفر 2 الكلام ده اوفر مين؟ الكلام ده اوفر h طيب أول حاجة باي اوفر 2 بلس h دي 90 بلس h 90 بلس h دي موجودة في أنهي كواد في السكند كواد طب هي 90 دي طيبة ولا شريرة؟ شريرة بتعمل إيه في الكوزين؟ بتخليها ساين طيب second quad يعني الكوزين هتبقى نيجاتيف، طيب ال 90 بتغير الكوزين بتخليها ساين يبقى نيجاتيف ساين h ماينس الكوزين، الكوزين 90 دي بزيرو، يعني كده خلاص، طيب الكلام ده over مين؟ الكلام ده over h، طيب جميل، ادي ساين h over h بنيجاتيف 1. طيب يبقى الريت اوف تشينج للكوزين اكس لما الاكس تبقى ب 90 كان عباره عن كام؟ كان عباره عن نيجاتيف 1 ليه هنا بنيجاتيف 1؟ ما احنا كان عندنا ثيرم من الترم الاول بيقول لي ليميت لما الاتش تندوس 0 لو انت عندك ساين اي اتش اوفر اتش فانت بتاخد الكوفيشنت اللي هنا اللي هو مين؟ الاي طب هنا في نيجاتيف 1 بره ما النيجاتيف 1 دي كده بره الايه؟ بره الليميت يبقى الانسر هيبقى كام؟ الانسر هيبقى نيجاتيف 1 اللي هي لتر بي إف إن 3 over x minus 2 then the average rate of change مين هو الافريج average rate of change ال v h over h طيب هنا بيقول لي الأنسرز كانت negative 3 h over x1 minus 2 يعني كده الاكس x بقى اسمها x1 طيب وفي الـ وفي ال بتاعتي طيب ال 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 second بيقول لي the rate of change ات ال x equal 5 يعني الاكس x في الوقت ده هتبقى بكام؟ هتبقى 5 طيب أول حاجة بس كده تعالى نجيب ال الافريج ريت اوف تشينج الافريج ريت اوف تشينج زي ما احنا متفقين هي عباره عن مين اللي هي الاي اتش عباره عن في اتش اوفر اتش طب مين هي الفي اتش طبعا لما بلاقي في فراكشن بروح رايح واخد ايه واخد ال1 اوفر اتش دي كده وافتح براكت الفي اتش هي اف اكس بلس اتش ماينس اف اتش طيب تمام الاكس هنا اتغيرت وبقت اكس 1 يبقى ماشي يبقى هنا عندي مين 3 اوفر x1 بلس h يعني هشيل ال x دي واحط مكانها x1 بلس h minus 2 minus 3 اوفر ال fx اللي هي تطلع مين 3 اوفر x minus 2 طيب ادي دال 1 اوفر h طيب ده كده عشان اعمل الماينس ده لازم اعمل ايه لازم اعمل التايم دي اسمها x1 طيب يبقى ادي x1 minus 2 طيب x1 plus h minus 2 طيب تعالوا نعمل الكروس تبقى 3 time طيب x1 minus 2 minus 3 time طيب x1 plus h minus 2 ادي دي ال1 over h معي طيب ادي ده x1 minus 2 ودي ده x1 plus h minus 2 طيب تعالوا ندخل بقى التايم اللي جوه ده 3 على الاكس 1 ب 3 اكس 1 3 تايم نيجاتيف 2 بنيجاتيف 6 نيجاتيف 3 تايم اكس 1 بنيجاتيف 3 اكس 1 نيجاتيف 3 تايم اتش بنيجاتيف 3 اتش نيجاتيف 3 تايم نيجاتيف 2 بوزيتيف 6 طيب ادي البوزيتيف 6 مع النيجاتيف 6 وادي البوزيتيف 3 اكس 1 مع النيجاتيف 3 اكس 1 طيب وادي كده اللي اتبقى لي فوق كده اسمه نيجاتيف 3 اتش طب ما في اتش فوق كده والاتش تحت فيروحوا مع بعض فاللي اتبقى لي نيجاتيف 3 اوفر اكس 1 ماينص 2 تايم اكس 1 بلس اتش ماينص 2 اللي هو الليتر مين اللي هو الليتر بي طيب بعدين بقى عايزين نجيب الريت اوف التشنج هو يعني ايه ريت اوف التشنج يعني ليميت لما الاتش تيند تو 0 للافرج يعني للنيجاتيف 3 اوفر اكس 1 ماينص 2 عند ال x1 plus h minus 2 لما اجي اشيل ال h واحط مكانها 0 اتشالت يعني نيجاتيف 3 اوفر اشيل ال x1 بقى وعايز بقى ال x2 بكام ب 5 5 minus 2 ب 3 طيب 5 minus 2 ب 3 يبقى نيجاتيف 3 اوفر 9 اللي هي نيجاتيف 1 اوفر 3 اللي هي لتر مين اللي هي لتر بي

إف الـ fx عبارة عن a x b then the average rate of change of the function f when the x changes from the x1 to the x2 طيب لما الـ x بتتغير من الـ x1 لمين؟ للـ x2 عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب the average rate of the change طيب أنا أول حاجة هنا إيه اللي حصل؟ أنا عندي الـ vh over h هو ده الـ average rate of change. هي الفانكشن دي اتغيرت اتغيرت بتغير مقداره كام مقداره h طيب يبقى انا هشيل x واحط مكانها x 1 بلس h ادي x 1 بلس h بلس b ده كده ال fx 1 بلس h ماينس ادي a x 1 ماينس b ادي الفاليو الاولانيه الكلام ده كله اوفر مين الكلام ده كله اوفر اتش طيب طبعا احنا بعد كده هناخد طرق وحاجات اسهل بكتير قوي تخلينا نعرف على طول ان الاجابه هتطلع ايه بس خلينا احنا نكمل هنا ايه تايم اكس 1 ب اكس 1 ايه تايم اتش ب اتش بلس بي النيجاتيف دي تدخل تعمل تشينج للساين دي كده بلس تبقى نيجاتيف ايه اكس 1 ماينس بي النيجاتيف بي هتروح مع البوزيتيف بي النيجاتيف اي اكس 1 هتروح مع البوزيتيف اي اكس 1 الكلام ده كله كان اوفر اتش فتبقى لك هنا اي اتش اوفر اتش الاتش هتروح مع الاتش فالانسر الداني مين الانسر الداني اتش if the average rate of change in in the function f equal negative 4 يعني ال ah equal negative 4 when ال x changed from ال b to 2 وال f x عبارة عن 4 x power 2 plus b زين البي be طيب اول حاجه انا معايا مين معايا الافريج ريت اوف تشينج اللي هي عباره عن مين اللي هي عباره عن الفارييشن اوفر الاتش طيب يعني عباره عن f 2 fb اف 2 b بي ما هي اتغيرت من البي بقت 2 يعني البي دي الفاليو الاساسيه ودي الفاليو الجديده يبقى اف اكس 2 fx اف اكس 1 طيب الكلام ده كان طلع كام طلع نيجاتيف 4 طيب بعدين أنا محتاج يبقى معايا الإف 2 والإف بي يعني إيه إف 2؟ هشيل الإكس وأحط مكانها 2 يبقى 4 تايم 2 باور 2 4 تايم 2 باور 2 بلس الـ A يعني 16 بلس الـ A ماينس FB يعني 4B باور 2 بلس A طيب الكلام ده أوفر مين؟ الكلام ده أوفر 2 ماينس بي الكلام ده ايكوال نيجاتيف 4 طيب يعني اللي فوق ده 16 بلس ايه الماينس تدخل على البراكت تبقى نيجاتيف 4 بي باور 2 ماينس ايه ونعمل كروس ملتيبيكيشن نيجاتيف 4 تايم 2 بـ نيجاتيف 8 نيجاتيف 4 تايم النيجاتيف بي ببوزيتيف 4 بي نوديهم كلهم اه اولا بس دي نيجاتيف ايه وده بوزيتيف ايه راحوا مع بعض ونوديهم كلهم السايد ده تبقى 4b باور 2 بلس 4b ماينس 8 ماينس 16 يعني 4b باور 2 بلس 4b ماينس 24 الكلام ده ايكوال 0 يعني الb ايكوال نيجاتيف 3 اور الb ايكوال 2 طيب الb ايكوال 2 ده ريفيوز لان كده مش هيبقى حصل تشينج الb هتبقى زي ما هي الاكس 1 والاكس 2 هيبقوا زي بعض يبقى الb هتبقى كام يبقى الb هتبقى بنيجاتيف 3 اللي هي مين اللي هي لتر بي. The average the average rate of change in cube volume. طيب يعني احنا دلوقتي بنتكلم على الكيوب بتاع الفوليوم ده كده الفونكشن بتاعتي، with respect to its age length. يعني الإكس هي الـ لينث length. When its age length varies from 5 to 7، يعني الـ F2 بتاعته كانت 7 والـ F1 بتاعته كانت 5. طيب ايكوال، طب احنا عايزين نجيب مين؟ احنا عايزين نجيب الـ average rate of change، يعني الـ AH. يعني دلتا واي اوفر دلتا اكس ايوه فين الفانكشن احنا اتفقنا ان الاف اكس بتاعتي هي الكيوب فوليوم مين هو الكيوب فوليوم اكس باور 3 مش مش سايد لينث باور 3 واحنا قلنا ان السايد لينث هسميه اكس طيب يبقى انا دلوقتي عايز مين عايز اجيب اف 7 ماينس اف 5 اوفر 7 ماينس 5 مين الاف 7 7 باور 3 مين الاف 5 ادي 5 باور 3 اوفر 7 ماينس 5 لقيت الانسر اداني كام 109 اللي هي letter D. Illumina in the shape of a square expanding regularly reserving its shape. Then the rate of a change of its area with respect to its side length. يعني الفانكشن function بتاعتي هتبقى ال area بتاعت والإكس square بتاعتي هتبقى السايد side length. when its side length equal 5 يعني السايد side length ده كان ب 5 وحصل له change. طيب يبقى أنا أول حاجة كده الفانكشن بتاعتي ال fx عباره عن اكس باور 2 جميل جدا انا عايز ايه؟ عايز ريت اوف تشينج يعني ليميت للأفريج يبقى الريت اوف تشينج هيبقى عباره عن مين؟ ليميت لما ال h تو زيرو للـ A h اوبا طيب ادي ليميت لما ال h تو زيرو مين هو الـ اي h؟ اتش اوفر اتش طيب مين هي الـ في اتش؟ اف x fx اكس بلس اللي هي ال 5 يعني بلس اتش ماينس ماينس fx طيب يبقى انا عندي ليميت لما ال h تندس تو زيرو لمين بقى بالظبط؟ ادي fx+5 5 يعني 5 بلس h وادي هنا دي ماينس f 5 يبقى انا اشيل x احط مكانها 5 بلس h اول باور 2 ماينس fx اللي هي 5 يعني يعني 5 باور 2 الكلام ده over h طيب يا مستر انا قررت ان انا هنا هفك مش ه... ها... ممكن ها... ممكن على فكره احاول اوصلها ل... للون بس انا هنا هفكها لك ده اسهل لك طيب وبعد كده اقول لك اللون ولا اقول لك اللون الاول اللون اسهل يا مستر خلاص ادي 5 بلس اتش اول باور 2 ماينس 5 باور 2 نعمل هنا بلس 5 وماينس 5 ماشي ودي طبعا هنا انا لو عملت بلس 5 هنا وبلس 5 هنا الموضوع انتهى طيب انا عايز بقى ايه عايز ليميت للكلام ده الباور اللي فوق بص انا خليت دي 5 بلس اتش ودي 5 بلس اتش ودي 5 بلس اتش بقى هنا في 5 وهنا في 5 وهنا في 5, 5. الباور اللي فوق على الباور اللي تحت تايم طيب البيز اللي هي 5 باور الباور اللي فوق ماينص الباور اللي تحت الانسر اداني 10 واحد بقى تاني قال لي لا انا مستحيل يجي في دماغي الكلام ده انا هعمل ايه انا هعمل انا هفك البراكت انا عندي براكت باور 2 الدنيا جميله اعرف افكه الاولاني تايم نفسه ب 25 التاني تايم نفسه ب h بار 2 2 تايم الاول تايم التاني ب 10h ماينس 5 بار 2 ب 25 ده راح مع ده طيب مين اللي متبقي فوق يا حبيبي ايوه ما خدتش بالك من حاجه لا اكيد خدت هنا في h وهنا في h فهناخد ال h دي كومن يتبقى لي h بلس 10 وتحت في h ادي ال h راحت مع ال h طيب مش انا بجيب ليميت لما ال h تندس تو حط ال h مكانها زيرو فالانسر ادالك كام 10 الاسهل ليك حل بيه A spherical balloon is expanding because of the pressure inside it such that it prefers its shape. Then the average rate of change of its surface area. طيب مين هي الاريا بتاعت الايه؟ آه يا مستر ما عشان كده بقى أنا جيت في السيشن بتاعت الشرح رحت رايح مراجع لك على الكلام ده. الاريا بتاعت السفير هي عبارة عن 4 R2 4 by r square with respect to its radius يعني radius هنا الـ R ده هو اللي هيبقى الـ X. when the radius changed from 7 to 9 يعني الـ F2 بتاعته الـ Fx2 كانت بـ 9 وال Fx1 كانت بـ 7 طيب أنا كده أول حاجة الـ Fx هي عبارة عن مين؟ الـ Fx هي عبارة عن 4 باي x سكوير الـ x سكوير دي اللي هي الـ R سكوير يعني طيب أنا عايز أجيب مين؟ عايز أجيب مين؟ الـ average rate of change يعني أنا عايز أجيب الـ AH طب ما إحنا لسه حالين واحدة زيها دلتا y على دلتا x مين الدلتا y؟ F9 minus F7 طيب اوفر 9 ماينس 7 جميل جدا من ال 9 ادي 4 باي 9 باور 2 ماينس 4 باي 7 باور 2 الكلام ده اوفر الكلام ده اوفر مين؟ الكلام ده اوفر 9 ماينس 2 اللي هو ب 7 9 ماينس 7 اللي هو ب 2 يبقى الانسى عندي 64 باي 64 باي اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي the size of a bacterial culture at any time t طيب يبقى أنا الفانكشن بتاعتي هيبقى التايم فيها هيبقى t measured in minutes is given by the relation f(t) equal to t power 3 plus 100 then the rate of the instantaneous growth of the function f when t equal 5 يبقى هو عايز يجيب الريت لما الـ t كانت كام؟ لما t كانت 5 طيب مين هو الريت of change الريت of change كان عبارة عن limit لما ال h tend to 0 للافريج ريت اوف تشينج يبقى انا عندي هنا ليميت لما ال h تندس تو زيرو لمين ادي ال f h بلس 5 يبقى انا اول حاجه هتبقى h بلس 5 ماينس f مين f 5 الكلام ده over h ماشي ادي ليميت لما ال h تندس تو 0 طيب يا مستر انا هشيل التي t واحط مكانها h بلس 5 يبقى 2 تايم h بلس 5 اول باور 3 بلس 100 طيب الكلام ده ماينس ماينس مين بقى؟ ماينس اف 5 يعني هشيل التي وحطه مكانها 5 يبقى 2 تايم 5 باور 3 بلس 100 طيب الكلام ده اوفر اتش ادي عندي ليميت لما الاتش تندس تو زيرو انا عندي هنا 2 اتش بلس 5 باور 3 طبعا احنا عارفين ال 100 دي هتطير مع ال 100 اللي موجوده الناحيه الثانيه ماينس دول 350 over اتش طبعا 100 minus 350 بكام بنيجاتيف 250 يبقى هنا في 2 ودي h plus 5 all power 3 minus 250 الكلام ده over h طيب ما انا اقدر اخد ال2 دي بره الليمت يعني اخد ال2 كومن من ال2 سايتس دول ده وده طيب يبقى انا هنا عندي ليمت لما ال h تندس تو زيرو ادي h plus 5 all power 3 minus 225 خدت منها 2 اديتني 125 over h طيب ادي 2 اهي وادي الليميت اهي. طيب الشكل اللي فوق ده اقدر اظبطه لايه؟ ل ل, ل... يبقى اعمل هنا بلس 5 وهنا بلس 5. يبقى h بلس 5 تندس تول 5. يبقى ادي h بلس 5 أول power 3 ماينس ال 125 دي عباره عن مين؟ 5 power 3 اوفر الاتش موجوده تحت اعمل لها بلس 5 ماينس 5. جميل جدا. ال2 دي بره زي ما هي. تايم. طيب. الباور اللي فوق على الباور اللي تحت. تايم. طيب. البيز اللي هو 5. باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت يا احنا بنتكلم على كام 2 تايم 3 في 6 6 تايم كام 6 تايم 5 باور 2 يعني 6 تايم 25 6 تايم 25 دي اللي هي ادتني 150 اللي هي لتر مين اللي هي لتر دي A triangular lamina whose base length equal twice its height. It expands by hitting, maintaining its shape. اه وفضل محافظ على الشكل بتاعه then the average rate of change in its area with respect to its height if its height varies from 8 to 8.4 equals طيب هو اول حاجه هنا قال لي ايه؟ triangular lamina whose base length equal twice the height يعني ال-L قد مين؟ قد 2 من الـ height انا هسمي الـ height ده x لان هو قال لك ايه؟ ان الـ height هو اللي هيتغير طيب من هنا بقى عندي حاجه هو مين ال fx بتاعتي؟ ال اكس بتاعتي ال area بتاعت ال اللي هي half time base time height يعني half time 2x time x طبعا ال 2 هتطير مع ال 2 وال x ده اللي هو ال height x time x بx بار 2 يبقى انا الرول rule بتاعتي هتبقى x بار 2 لا تاني half time base time height ال base ما هو قالك ال base length twice the highest يعني انا قلت ال height x هتبقى ال l ب 2x طيب جميل طلعنا ان الاف اكس عباره عن مين الاف اكس عباره عن اكس بار 2 طب عايزين نجيب الريت اوف تشينج عايزين نجيب الافريج ريت اوف تشينج افريج ريت اوف تشينج اللي هو الاي اتش هيبقى عباره عن مين دلتا واي اوفر دلتا اكس طيب مين الدلتا واي اف كام اف 8.4 ماينص اف 8 اوفر 8.4 ماينص 8 يبقى 8.4 بار 2 8 bar 2 over 0.4 جينا إيه نحسب طبعا الكلام ده على الcalculator اداني كام ثانية ادي إيه هنا 8.4 bar 2 8 bar 2 over 0.4 اداني 82 over 5 اللي هي 16.4 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر بي. The length of rectangular lamina is three times its width. The length at the width ثلاث مرات. If expand and preserve its shape and the ratio between its dimensions, then the rate of change in its area when respect to the length when the length equal six equal كم؟ طيب بس أول حاجة كده انا هشتغل على اللينس يعني انا انا عايز اللينس هو اللي أقول عليه اكس طيب ما الاكس اللي هو اللينس هيبقى قد 3 الويتس يبقى الويتس هيبقى كام 1 اوفر 3 اكس يبقى ال ال انا مسميه اكس اللينس بنسميه اكس والويتس مسميه 1 اوفر 3 اكس ايه ده جدا الريليشن دي ما هو انا عايز اشتغل على اللينس فانا قلت اللينس اكس طيب ما هو قال لي ان الاكس قد 3 تايمز الويتس اللينس قد 3 تايمز الويتس طيب يبقى الاكس ايكوال 3 ويتس طب انا عايز اعرف الويتس بكام من اللينس يبقى 1 اوفر 3 من اللينس طيب جميل جدا مين بقى هي الاريا الاف اكس ايكوال الاريا بتاعه الريكتانجل لينس تايم ويتس يبقى 1 اوفر 3 اكس تايم اكس يعني 1 اوفر 3 اكس باور 2 طيب هو عايز عايز يجيب الريت اوف تشينج لما كان اللينس ب 6 يبقى الريت اوف تشينج هيبقى عباره عن مين هيبقى عباره عن ليميت لما ال H tends to 0 ل F6 plus H minus F6 ايه الكلام ده over مين؟ ايه الكلام ده over H؟ يبقى دي limit لما ال H tends to 0 مين هي 6 plus H؟ ادي 1 over 3 ادي 6 plus H all power 2 sorry مش power 3 minus نفس الكلام ده ادي 1 over 3 وادي 6 power 2 طيب over h limit لما ال h تندس تو 0 ادي 1 over 3 تعالوا نفك البراكت باور 2 ده الاولاني تايم نفسه ب 36 التاني تايم نفسه ب h باور 2 2 تايم الاول تايم التاني ب 12 h الكلام ده minus 1 over 3 تايم 36 اللي هي ايكوال كام اللي هي ايكوال 12 الكلام ده over h هندخل ال 1 over 3 على البراكت اللي جنبها ده كله 1 over 3 times 6 ب 12 ودي 1 over 3 H bar 2 plus 4 H over H minus 12 minus 12 هتروح مع البوست في 12 يتبقى لك فوق كله فيه H فياخد الـ H كومن لما ياخد من هنا الـ H كومن هتبقى لي 1 over 3 H plus 4 الكلام ده over H الـ H هطير مع الـ H يبقى أنا عندي limit لما الـ H tend to 0 لـ 1 over 3 H plus 4 هنشيل ال h ونحط مكانها 0 فالانسر هيطلع لي كام؟ فالانسر هيطلع لي 4 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر e the average rate of change of the function f when the x changed from negative 1 ادي لما الاكس كانت ب negative 1 هنا هي وادي ال كانت وادي ال x ب 2 طب هو عايز يعرف ايه اللي حصل الـ average rate of change يعني دلتا y over دلتا x واحد يقول لي دي كونستانت على, أيوة على طول يا مستر ب 0 ايوه ما هي كونستانت على طول ب 0 بس تعالى كده نعرف ليه ما هو أيًا كان المقدار هو المفروض إن ده إيه؟ المفروض ده كده اسمه f h plus x minus f x أو f x 2 minus f x 1، وادي هنا دي x 2 minus x 1، يعني دي f x 2 minus x 1، طيب ما الاكس x 2 والاكس x 1 الاتنين واحدة ب 1 و 1، يبقى الانسر دايمًا هيطلع إيه؟ يبقى الانسر دايمًا هيطلع 0. Which of the following functions has variation of f equal 0 for all the values of the x؟ when the x is changed from the a لل a plus h طبعا احنا لسه قايلين ان هي ادام constant بيبقى الفاريشن بتبقى 0. مين من دول constant؟ ال constant هي x plus هي ال f x equal 7 دي كده اسمها constant function فادام هي constant فما بيبقاش فيه variation بيحصل في ال y فال variation بيبقى 0. in which of the following functions the average rate of change of the function when the x is changed from the x1 to x1 plus h is constant يعني الرقم هيفضل ثابت طول المسألة. أدام الرقم هيفضل ثابت دي معناه إن هي تبقى لينير فانكشن يعني باور 1 يعني باور إيه؟ باور 1 مين هنا الوحيدة اللي باور 1؟ اي الوحيدة اللي باور 1 هي لتر مين؟ هي لتر بي. In which of the following functions has variation of the f when the x changed from the a to the a plus h is equal to variation of the f يعني الفاريشن اللي حصل من ال a لل a plus h هيبقى هو هو نفس الفاريشن اللي حصل من ال a minus h لل a طيب أدام الفاريشن واحد ده معناه إن هي كونستانت فانكشن مين من دول constant function

يبقى انا عندي الـ f -X هنا عبارة عن 3 x طب انا عايز احسب لها ايه rate of change يعني ايه rate of change الـ rate of change معناه limit لما الـ h tends to 0 لمين لـ f h plus 7 اللي هو الـ point التانية اللي هي الـ x2 ماينس f7 ايه الكلام ده over h يبقى ادي عندي limit لما الـ h تندس to 0 h plus 7 يعني 3 minus h plus 7 minus، minus مين؟ 3 minus 7. جميل جدا الكلام ده over h. يبقى آدي ليميت لما ال h تندس تو 0, آدي 3 minus h minus 7 minus negative 4 يعني plus 4. الكلام ده over h. طيب. 3 minus 4 ده بنيجاتيف 4 النيجاتيف 4 هتطير البوستيف 4 فتبقى لي ليميت لما ال h تندس تو 0 لنيجاتيف h اوفر h اللي هو ايكوال كام اللي هو ايكوال نيجاتيف 1 اللي هي ليتر مين اللي هي ليتر b if ال f is an even function then the average rate of change of the function f when the x changes فروم النيجتيف 3 لل 3 طيب هي يعني ايه ايفن فانكشن؟ ايفن فانكشن يعني سيمتريك ابوت الواي اكسس يعني الجزء اللي موجود في الواي اللي على شمال الواي اكسس زي اللي على يمين الواي اكسس يعني انا لما اجي هنا عند النيجتيف 3 واجي هنا عند ال 3 بيطلع نفس الرقم في الواي بيطلع نفس الرقم في الواي طب هو عايز افريج ريت اوف تشينج يعني الڤي اتش اوفر الاتش طيب ما الڤي في الوقت ده هتبقى بكام؟ 0 لان الواي هتبقى كونستنت الواي هتبقى ثابته في الوقت ده ما هو أساساً معنى كلمة F function إن ال F3 قد نيجاتيف قد F نيجاتيف 3 يعني الـ image بتاعة الـ F3 قد الـ image بتاع الـ F نيجاتيف 3 يبقى في الوقت ده مش هيبقى فيه الـ average rate of change هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو. 0. F الـ F is an odd function and the average rate of change. لازم هنا بقى طول المساله دي لما انا باجي باجي اجيب rate average rate of change او variation function لازم نفرق قوي ما بين الحاجتين دول عشان نبقى فاهمين الافريج rate of change الاي AH اتش اللي هي ال variation على ال h تاني اف ال f is n odd function and the average rate of change of the x when the x changed from the negative 3 لل 3 كانت 19 يعني انا اول خطوه عندي انا بتكلم على x بتتغير من النيجاتيف 3 لكام؟ لل 3 الفاري Average ريت اوف تشينج ده كان 19 Average ريت اوف تشينج يعني الاي اتش كان 19 طب مين هو الاي اتش؟ الفي اتش اوفر الاتش طيب هو هنا ده التغير ده هو ادي ده نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 3 المفروض ان ده بي بيجي ازاي؟ مش ده هنا المفروض الـ VH over الـ H هنا اللي هي بكام؟ اللي هي 6؟ طيب الأول خلينا طيب نقرأ المسألة عشان نفهم إيه اللي أنا بعمله ده. كان 19 and the average rate of change when the X changed from negative 1 للـ 1 يعني خدنا هنا كده من الـ negative 1 للـ 1 دي الـ average rate of change بتاعها الـ AH <applause> بتاعتها كانت بـ 7 then the average rate of change when the x changed from the 1 to 3 عايز بقى يجيب ال average rate of change when the x changed from the 1 to 3 طيب أنا هنا عندي إيه؟ عندي ال variation function من ال negative 3 لل 3 يعني ال function دي اتغيرت من ال negative 3 لل 3 فأنا هعمل f2 minus fx1 اللي هي negative 3 الانسر ده اداني كام؟ اداني 9 19 طبعا 3 ماينس نيجاتيف 3 ب 6 طيب يبقى ال VH بتاعتي ال variation function بتاعتي هتبقى كام؟ 114 يعني ال value بتاعت الواي اتغيرت من عند النيجاتيف لما الاكس اتغيرت من النيجاتيف 3 لل 3 ال value بتاعت الواي اتغيرت بقت كام؟ 114 طب ال function اللي قصادي دي مالها؟ دي odd function يعني ايه odd function؟ يعني symmetric about the origin يبقى من الزيرو لل 3 ومن الزيرو للنيجاتيف 3 التغير اللي هيحصل في الواي هيبقى كام؟ هيبقى 57. طيب ما هو مديني التغير اللي حصل من النيجاتيف 1 لل1 بس التغير الايه؟ الافريج كان 7. طيب فانا هنا هقول له الايه؟ الافريج ريت اوف تشينج يعني الفي اوفر ال من ال -F1 f 1 للـ نيجاتيف 1 يعني 1 ماينس نيجاتيف 1 كان 7. طيب يبقى ال VH اللي هو الافريج ريت اوف تشينج من النيجاتيف 1 لل 1 هيبقى بكام طبعا اللي تحت ده ب 2 اعمل كروس هيديني 14 يعني ده كده كام 14 طيب بعدين ما هو ادام ده كده 14 وهي وهي اود فسيمتريك اباوت الاورجن يعني من الزيرو لل7 من الزيرو لل1 ب7 التغير اللي هيحصل في الواي هيبقى 7 طيب ما انا عايز التغير اللي هيحصل فين انا عايز التغير اللي هيحصل من ال1 لل3 طيب احنا اتفقنا ان كل دي كانت 57 ودي كانت 7 يبقى دي كلها هتبقى كام 50 بس مين اللي 50 ده التغير اللي حصل في الواي طب انا عايز ايه عايز افريج يبقى الاي اتش -AH هتبقى الفي اتش اوفر 3 ماينس 1 مش, مش احنا بنجيبها من ال 3 لل 1 من ال 1 لل 3 يبقى 3 ماينس 1 طب التغير اللي حصل ده كان كام كان 50 اوفر كام اوفر 2 يبقى الانسر هيديني كام هيديني 25 اللي هي لتر مين اللي هي لتر سي اتمنى ان انتوا كده تبقوا فهمتوها لان في كذا حد قال لي ان من بارت 1 المساله دي كانت عامله عقده شويه انت حاول تشغلها تاني برضو وتعيدها تاني وتشوف اذا كان في كده مشكله فيها لسه ولا الموضوع بقى تمام if the average rate of a change of the function x changes from 2 to 3 كان k1 يعني ال ah يعني ال ah بتاعتي يعني ال vh over من 2 السري 3 يعني هنا هتبقى 1 الأنسر ده اداني كام؟ K1 and the average rate of change of the function x لما الـ x changed from 3 to 4 كانت K2 يعني الـ ah يعني الـ vh over 4 minus 3 1 كانت K2 then the average rate of change لما الـ لما الـ function يحصل لها change from كام from 2 to 4 from 2 to 4 الأنسر هنا هيبقى عامل ازاي؟ طيب يعني انا هنا اللي كان عندي كان عندي من ال2 لل3 اهو بص ادي ال2 اهي وادي ال3 التشنج اللي حصل في الواي كان مقداره كام؟ كي1 طيب بعد كده من ال3 لل4 التشنج اللي حصل في الواي كان مقداره كام؟ كي2 طيب من بقى مين؟ من ال2 لل4 يبقى التشنج اللي هيحصل في الواي هيبقى مقداره ايه؟ K1 بلس K2 بس احنا عايزين هنا بقى ايه؟ ده كده التشنج اللي حصل في الواي ده الفاريشن طب انا عايز ايه بقى؟ عايز افريج ريت اوف تشنج يعني ال variation ده over 4 minus 2 يعني over كام؟ يعني over 2 يعني احنا بنقول half k1 plus k2 اللي هي letter مين؟ اللي هي letter c. If the average rate of change of the function f when the x changed from 1 to 2 كان k1 ده ال average rate of change يعني ايه average rate of change؟ يعني ال variation اللي حصل في ال x ال y over ال variation اللي حصل في ال x يعني ال a h كانت عبارة عن VH و2-1 ب1 الكلام ده طلع كام؟ K1 يعني الفاريشن اللي حصل في الواي هنا كان مقداره كام؟ كان مقداره K1 طيب والله هي باينة هنا في الرسمة هنا بس تعالى نكمل And the يعني average rate of change of the function when the x change from 2 to 4 from 2 to 4 كان عبارة عن K2 يعني الافريج ريت اوف تشينج لما الفانكشن اتغيرت من 2 to 4 يعني الفاريشن اللي حصل التغير اللي حصل في الـ في الواي y اوفر التغير اللي حصل في الاكس اللي هو 4 ماينس 2 اللي هو يطلع 2 الانسر اداني كام؟ الانسر اداني k2 طيب هو بيقول لي بقى ال k1 قد 2 k2 ولا ال k1 قد مين من ال k2؟ بص انا عايزك هنا بص تبص على حاجه هو الفاريشن الاولاني ده احنا اتفقنا ان هو بكام؟ ان هو بk1 طب هو اساسا كده تعالى بص ادي لما كانت ب1 هنا كان 1 لما كانت هنا ب 2 هنا كان هنا كان ايه؟ كان 2 ف 2 ماينس 1 ب 1 يعني الكلام ده بكام؟ 1 طيب الڤي اتش هنا التغير اللي حصل في الواي هنا كان مقداره كام؟ 2k2 طيب بص بقى هنا عند ال 2 كان كانت 2 وعند ال 4 كانت 4 يعني التغير اللي حصل في ال في ال في الواي ده كان مقداره كام؟ 4 ماينس 2 ب يعني 2 يعني ال 2k2 هي عباره عن 2 يبقى ال k2 هتبقى عباره عن كام؟ 1 يبقى ال K1 equal ال K2 والاثنين كل واحدة منهم بكام؟ كل واحدة منهم ب1 The opposite figure represent the function fx يعني الشكل الوصادي ده هو represent the function اسمها fx Where the f is an even function If the rate of a change of the function f When the x change يعني أول change عندي هيحصل منين؟ من ال X1 ل X1 plus H ده كان مقداره كام كي يعني أنا هنا لو بقول إن أنا بجيب الأفريج ريت اوف تشينج هيبقى المين؟ هيبقى الف اكس ون بلاس اتش ماينس اف اكس ون الكلام ده اوفر اتش الكلام ده هيبقى ايكوال كام؟ الكلام ده هيبقى ايكوال كي طيب And the أفريج ريت اوف تشينج وإن الـ X بص الـ X هنا منين لمنين from ده لده يعني من الـ من النيجاتيف اكس ماينس اتش تو النيجاتيف اكس 1 از ام طب تعالى كده نجيب بس الشكل الثاني ده هو عايز يعرف بقى الكي سمولر ده الام ولا الكي ايكوال ام ولا الكي ايكوال نيجاتيف ام ولا الكي قد 2 ام طيب هو مين هنا الافريج ريت اوف تشينج هي اتغيرت منين لمنين اتغيرت من ده إيه ده يعني فين الشكل الثاني دي الاف نيجاتيف اكس يعني اف نيجاتيف اكس 1 ماينس f نيجاتيف x1 ماينس h الكلام ده اوفر مين؟ الكلام ده اوفر اتش طب هو قال لي ان دي مالها قال ان ده ايفن فانكشن قال ان دي مالها الكلام ده كان ايكوال ام الكلام ده ايكوال ايفن فانكشن طيب يعني الاف نيجاتيف اكس دي قد مين قد الاف اكس 1 طيب الاف نيجاتيف اكس ماينس اكس قد مين قد اكس 1 بلس اتش الكلام ده اوفر مين اوفر اتش الكلام ده ايكوال ام طيب ده وده مالهم اه ده بص دي اف دي اف x1 ودي اف x1 بس دي كانت بالنيجاتيف ودي بوستيف دي اف x1 بلس اتش ودي نيجاتيف اف x1 بلس اتش يعني انا هنا لو خدت النيجاتيف كومن هيبقى عندي اف x1 بلس اتش ماينس اف x1 الكلام ده اوفر اتش يعني الكلام ده قد نيجاتيف يعني ال كي يعني الام قد نيجاتيف ال كي او ال كي قد نيجاتيف الام يبقى اللي جاب عندي لتر مين يبقى اللي جاب عندي لتر سي The opposite figure shows the curve of the function f where ال y equal fx in which of the following the average rate of change in f is greater. أي تغير من ده ال average rate of change بتاعه هيبقى greater. أول حاجة بيقول لي من ال a لل b طيب من ال a لل b التغير اللي حصل التغير اللي حصل في ال x في ال y كان كم؟ كان 2 units وفي ال x كم؟ 1 يبقى 2 over 1. طيب يعني الإجابة 2. طب التغير من الـ B C، أدي من الـ B C التغير اللي حصل في الـ Y كان 1 وفي الـ X 1 يبقى 1 أوفر 1. طيب من الـ C D، طيب من الـ C D في الـ Y كان 1 وفي الـ X كان 1. طيب من الـ A E، أدي الـ A E، أدي الـ A هنا أهو، أدي 1، وأدي الـ E أهي، أدي 1، أدي 2، أدي 3، أدي 4 4 اند هاف طيب مالها بقى الفور اند هاف دي اوفر كام ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 4 اند هاف ديفايدد باي ال 4 الرقم اللي هيطلع ده اللي هو 1. يعني نقول ابروكسيميتلي كده 1.2 طيب الكلام اللي طلع ده مين اكبر مين اكبر افريج ريت اوف تشينج حصل كان ما بين الاي والبي كان ما بين الاي والبي الافريج ريت اوف تشينج هو التشينج اللي حصل في الواي ديفايدد باي التشينج اللي حصل في الاكس وبكده يبقى الاكسرسايز بتاعنا انتهى واتمنى ان انتم تستفيدوا من الـ من حل الاكسرسايز كله واتمنى ان انتم تبقوا مستفيدين من الفيديوهات اللي تنزل عموما